سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. دائما مع حلويات العيد راح نقدم لكم في النوع الثاني لي تارتلات بريستيج بالمولة الجديد اللي راح تشوفوه درك معايا. يجيو بزاف بريزونطابل، تقدروا ديروا الفكره وتطبقوها باي مول عندكم، يعني ماشي شرط هذا المول اللي عندي انا. اذا اول حاجه راح نديروها راح نحضروا لاباط بغيزي سكري، مش راح نستعمل فيهم هذه المره لاباط سابلي كما المرات اللي فاتوا، والمقادير ضروري انه تكون مضبوطه. الوغ واش نحتاجو في المقادير نتاعنا؟ هنايا عندي نصف بيضه. كما سبق لكم في الفيديو السابق انا راح نخدم بمقادير صغيره، يعني كنقول لكم نصف بيضه ما تستغربوش، اوتوماتيكمون نتوما راح تخدموا بمقادير كبيره. والمقادير المتوسطه راح نخليها لكم في صندوق الوصف، يعني ما تشوفوش المقادير هادو، انا هاد المقادير باش برك نمد لكم لا غوسيط. اذا نص بيضه انا هنا وزنتها، وزنت البيضه تاعي وقسمتها، قسمت الوزن تاعها على زوج. هنايا عندي 60 غرام نتاع سكر غلاس، عندي 50 غرام نتاع زبده بدرجه حراره الغرفه، ضروري تجبدوها على الاقل ساعتين من قبل باش تاخذ يعني درجه حراره الجو. نحتاج هنايا 125 غرام نتاع فارينة، ونحتاج قرصة نتاع ملح. نروح الى طريقة التحضير. اولتها في الوعاء حطيت الزبدة، راح نخدمها بالباتور كما راكم تلاحظوا حتى تولي كريمية، ثم نضيف لها سكر غلاس نغربلوه بطبيعة الحال، ثم كذلك نخدم سكر غلاس جيدا غير بالملعقة سباتول. ثم نضيف البيضة أو بالأحرى نصف بيضة، والمرة هذه نخلطها وهذيك القرصة تاع الملح ونخلط بالباتور حتى يبيض شوية الخليط. في هذه الأثناء راح نزيد الفارينة مغربلة، يعني فضيت بالباتور فضيت خدمتي به، راح نضيف الفارينة نغربلوها، ثم راح نخدمها كذلك بسباتيل فقط يعني بلا ما نعجنها. لما نلمها نرش البلون دو طرافاي تاعي سطح الاستعمال بالفارينة، نهبط فيه لاباط تاعي ونبدا ندير الحركات التاليه. هكذا بهذا الشكل ونلمها. بعد ما نلمها نديرها في بابي فيلم، كوفريها بيان وندخلها للثلاجه تريح مده ساعه كامله قبل ما نبداو يعني نشكلوها في الليمون. ثاني حاجه نديرها كما راكم تلاحظوا هنايا حكمت الشوكولا بذوق الحليب، قطعتها بهذا الشكل الى قطع صغيره، وراني حطيت الماء يسخن راح نذوبها، لما يغلي الماء نقص النار ونخلي الشوكولا تاعي تذوب على اقل من مهلها فقط على البخار. وهنا نقول لكم بلي ما ديروا لها حتى اضافات، الشوكولا لما نديروها في المول كنا راح نخدموا بها في المول ما نقدروا نزيدوا لها والو لانه مش راح تجمد ومن بعد تفسد لنا. برك في الكلاصاج كما راح نكلاصيو اي حلوى في هذيك الحاله نقدروا نخفوها مثلا بالحليب ونقدروا نزيدوا لها الزيت للتلميع الى اخره. نذوبها ونرجع لكم. بعد ما ذبت الشوكولا هنايا كي ذوبوها على البخار تبقى سائله بهذا الشكل، اما اذا قويتيو النار الشوكولا تاعكم راح تعقد وراح تتحرق. الان ناخذ الليمون وندير كما راكم تلاحظوا انا هنا عندي زوج لان الواحد فيه خمسة فقط. ناخذ بانسو كما راكم تلاحظوا وندهن الطبقه الاولى، ثم ندخلها للمجمد مده زوج دقائق، نعاود نخرج المول تاعي ونعاود ندهن الطبقه الثانيه، لانه لو نخليه طبقه واحده فكي نجيو نديمولوها راح تتكسر كما راكم تلاحظوا، على بها ندوبليو. والافضل نديرو هاد الطريقه، يعني هنا ها هو بعد ما خرجت من المجمد وجمدت الطبقه الاولى
زدت درت له الطبقة الثانية ونعاود نرجعها للمجمد في 6 دقائق اخرين. بعد ما خرجت المول من المجمد ديريكتومون راح نقلبو وبالعقل نديمو ليهم بهذا الشكل. ثم هنايا هادو كنت سبق وقلبتهم، راح نضيف لهم هادو الباقي لاني درت 10 حبات بهذا الشكل. ثم كما راكم تلاحظوا هنايا درت الكريات هذيك الذهبيه، ها هي كيفاش تسجي تجي تلا هكا. ناخذو بالوحده وحده، راهي موجوده الشوكولا، ننقعوهم غير بلاقه الشوكولا ثم نلصقوهم بهذا الشكل. بعد ما ريحت لاباط نتاعي في الثلاجة مدة ساعة، الآن راح نبدأ نشكلها في الليمون. هذا الشكل بعد ما كملت درتهم في الليمون راح نتقبهم، ندخلوهم للثلاجة على الأقل ساعة، ومن بعد ندخلوهم يطيبوا في فرن مسخن مسبقا على 170 درجة حتى ياخذوا لون ذهبي. هذه المراحل كامل تاع الطياب وكل شيء مش راح نوريه لكم، باش نختصر لكم الفيديو. يعني نفضل نحط لكم مثلا لكم غير يعني الأشياء اللي تفيدكم. لما نطيبهم راح نرجع لكم إن شاء الله. في هذا الوقت راح نحضروا لحسو نتاعنا. الحشو اللي راح نستعمله البنات هو ساهل ماهل، العيد هذا برعاية الكراميل. واش نحتاجو؟ إذا عندي هنايا 4 ملاعق نتاع كراميل، شوفوا تحبوا ديروا نسلي كراميل أو تحبوا ديروا صلصة الطوفية، كذلك هي متوفرة عند اللي يبيعوا مواد صنع الحلويات. نضيف لها هنا 2 ملاعق كبيرة، طبعا أنايا درت المقادير هادو تاع 10 حبات نتاع نواد كوكو، نواد كوكو حمصته، و 2 ملاعق كبيرة نتاع قفرات مرحي. أنايا هنايا القفرات درت 4 صغار يعني رحيتهم، جاوني 2 ملاعق كبار. هذا هو إذا لحسو نتاعنا، نغطيه ونخليه على جنب حتى نطيب الحلوى نتاعنا. بعد ما طابوا لي فوندو تاع نتاعي راح نبدا نعمرهم باللحسو. هنا نجيب ملعقه اخرى لحشو بزاف بنين، بالنسبة للوحدات انت القبة هدول اللي رايحة نزين بهم مش راح نحشيهم، لانه هي اصلا الحجم تاعها كبير، يعني كي نحشيها هي وزيد لحشو تاع الطاقتلات فهنايا راح تولي يعني الحبة فيها كيلو وتاكلوها الدوخ، يعني من حبة خلاص الدوخ مش قدروش تزيدو. فوش راح نستعملها؟ هي راح تجي تزيين للحبة تاع الحلوى تاعي في نفس الوقت غطاء للحشو. ما راكم تلاحظوا كيفاش راح نلصقو؟ هنا راني رجعت الشوكولا تذوب شوية وراح نلصق بها. اذا تابعوا معايا. اذا اختصت القبة تاعي في الشوكولا وراح نثبتها غير بالعقل فوق الحبة تاع الحلوى بهذا الشكل.
ودوك هنكملهم كامل بنفس الطريقه. ها هي الحلوى نتاعي خواتاتي، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. طبعا خديت بعين الاعتبار كونو كاين يعني عرايض اللي يجيبو لهم المهيبه ويجيبو لهم العيد ويحبوا يحطوا حاجه بريزونطابل، في نفس الوقت كما شفتوا مكونات بسيطه، ما عليكم غير على المول يعني يتوفر عندكم هذا مكان، وتقدروا تدوا الفكره وديروا يعني مول اخر، يعني ديروا هنا تبدعوا كما تحبوا انتوما. برك في الاخر خواتاتي هنايا لما لصقت هادوما لي بياس من الفوق، الجوانب دهنتهم بالمربى كما شفتوا ورمت فيهم شويه بقالي من واد كوكو هذاك المحمص، باش غطيت يعني الاطراف نتاع القبب باش ما يبقاوش هكاك باينين يبشعوا الحبه نتاعنا. ان شاء الله تكون عجبتكم، اذا نتلاقاو في موديل اخر ان شاء الله. كنتم في رعايه الله وحفظه، صحه فطوركم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.